هلا بنيجي هون بدنا نطلع، بدنا نصير نطلع واحد على اس برا. شوفوا شو رح نعمل. رح احط هي قوس هون. رح نحط قوس هون. عندي واحد على اس برا هون. هلا هاي رح تصير واحد على اس، واللي بعدها رح تصير اس تربيع، وهاي رح تصير واحد على اس ان ماينس 1. اوكي؟ هدفنا يكون واحد على اس. نعم. عفوا ايش؟ بقول لك قبل شوي انه هدفنا يكون واحد على اس. واحد على اس بده يضل عندنا كلهم واحد على اس. هلا رح نتخلص منهم نخليهم كلهم واحد على اس. هلا بنشوف كيف. هلا رح اجي احط كمان براكت هون. هلا اذا بدكم البراكتس بتصير نكبرهم شوي شوي. نحط اول براكت هون مع هذا البراكت اللي هون، بعدين رح نحط، او خلص بنحطهم براكت براكت. هي هذا رح احطه مع هذا البراكت. هذا كان مضروب في واحد على اس ولسه مضروب في واحد على اس. هاي بس البقيه ايش رح يصير فيهم؟ رح ينزل الاوردر تبعهم. هذا رح يصير اس ان ماينس 2. ورح ارد كمان احط براكت، بضل احط براكتس من هون لحد ما اوصل عند هون واحد على اس. واحد على اس يصير هاي واحد على اس. هدول البراكتس كلهم بتناسبوا مع كل براكت من هون طلعته لبرا. هلا رح نيجي نسمي هاي، هاي الكوانتيتي. هاي الكوانتيتي من هون. هلا لحد ما اوصل هون هدول ممكن نسميها هاي X1 وممكن نسميها XN. هلا حسب ما بنسميها بيطلع معنا اشياء مختلفة. انا رح اسميها الان هذه XN. رح نسمي هاي القيمة اللي هون موجودة، عفوا مع الواحد على S. فهي رح تكون مع الواحد على S هون. هاي هون مع الواحد على S. شوف شو رح نعمل، رح نسمي هاي هون X N of T. وراح نسمي هاي راح تصير طبعا X N minus 1 of T. لحد ما اوصل في النهاية راح يكون عندي هذا اخر واحد X 1 of T وهذا X 2 of T. كقاعدة عامة راح يصير عندي الحالة العامة راح تصير. هلا لاحظوا هذه X 1 كلها هون X 1 of T بتساوي هاي واحد على اس مضروب في هدول زائد اللي موجود هون. رح تصير عندنا المعادلات بالشكل التالي. خلينا نطلع اول شيء على اكس 1. اكس 1 اوف تي بيساوي واحد على اس مضروب بي 1 ماينس اي 1 بي نوت مضروب في يو اوف اس ناقص A1 Y hat of S زائد ايش راح يكون عندي هون؟ X2 of T. وإذا أخذت الـ S الآن ضربتها بصير عندي هاي X1 of T هون دوت. فصار عندي علاقة، لاحظوا ايش صار عندي علاقة بين مين ومين؟ X1 دوت مع X2 من هون. وكمان اللي راح نعمله الآن راح نسمي دقيقة بس خليني أعوض هاي هون. وراح يصير عندي الآن هلا واي هات واي هات بتساوي اكس 1 اوف تي. هلا راح تشوفوا ليش، لأنه اكس 1 راح يكون هو الأوتبوت تبع آخر انتجريتر. راح يصير هو مساوي لواي هات اوف تي، وكل اللي راح ينجمع له من هون هو بي نوت في يو اوف تي بلس بلس راح يطلع معي ماينس من هون. فواي 1 بيساوي فمحلها محل واي خلينا انا هون لخبطت اس مع تي مش هيك؟ خلينا نظبطها من هون. راح نحط هذه واي اوف تي، راح نحط هاي واي هات اوف تي، صارت كلها بتي. وبعدين محل واي هات راح احط هاي راح تصير اكس 1 اوف تي. هلا هل هاي بتساعدني بتطليع اي وبي؟ بتساعدني ليش؟
انها جاي اكس 1 دوت على جهه، ومين اللي سمح لي احط الدوت؟ الاس واحد على اس. مين راح يسمح لي احط الدوت بعدين؟ واحد على اس، واحد على اس. وعلى الجهه الثانيه ايش عندي؟ عندي يو اوف تي اللي بتساعدني في تطليع مين؟ بي بي. وعندي اكس 1 واكس 2 اللي بيساعدوني بتطليع اس. هلا كقاعده عامه هذا راح يصير الشكل عندي هون، راح يصير عندي الان اكس 2 اوف تي دوت. نطلع هون راح تصير نفس الشيء، اكس 2 اوف تي، هي اكس 2 اوف تي دوت، شلت الاس، شو بضل عندي جوا؟ بي 2 ماينس اي 2 بي نوت، كمان يو اوف تي، مش كلهم هذول يو اوف تي؟ ماينس بدال اي 1 راح تصير اي 2، وهون راح يضل عندي اكس 1 لانها هاي واي، واي دائما راح تضلها مساويه، لاحظوا كلهم فيهم واي هون، وبعدين ايش بجمع لها؟ اكس 3 اوف تي. كقاعده عامه اذا عندي هون اكس ان اكس اي اوف تي دوت تساوي بي اي ماينس اي اي بي نوت يو اوف تي ناقص اي اي اكس 1 اوف تي زائد اكس 2 راح تكون اي بلس 1. ليش حطيت اكس 1 بدل واي؟ اه مش هيك قصدك؟ هلا احنا رح نعمله بشكل عام، رح نحط مجموعه انتجريترز ورا بعض، هلا ممكن يكون في بينهم اشياء. هذول كم انتجريتر تتوقع يكون عندي؟ ان. ممتاز. هلا رح اسميهم، يا بسميهم اكس ان، اكس ان ماينس 1، اكس ان ماينس 2، او ببدا اكس 1 اكس 2. في النهايه رح نلاحظ، هلا يمكن يكون في شيء هون، انا هون ما حكيت لك ليش ما حطيتش انا شيء هون، بس انا هون رح يطلع معي في النهايه انه اكس 1 بتساوي واي. وين ما كان عندي واي ايش عوضت بحلها؟ اكس 1. فصار عندي هلا هون اكس 1 وعندي اكس 2، اكس 2 لها معامل، اكس 1 ايش معامل اكس 1 هون؟ ناقص اي 1 ناقص اي 1 ناقص اي 2 ناقص اي 3 ناقص اي 4، اوكي؟ واضح هلا واضحه المعادله هاي كيف جبناها من هون؟ هاي المعادله العامه من هون، رح يضل معي هلا هون رح اضل ماشي لاوصل اخر شيء، هلا هون ايش اختلفت في اخر وحده اللي هي اكس ان؟ ما فيش مجموعه ما فيش اكس ان بلس 1 مظبوط، هون كان عندي اي بلس 1 فيش اكس ان بلس 1، فاخر وحده وين نكتبها؟ خليني احاول اكتبها هون، راح تكون عندي هون اكس ان دوت اوف تي بتساوي هي من القاعده اي بتصير عندي اي فبتصير بي ان ماينس اي ان بي نوت، ولساها هاي يو اوف تي ماينس، وهاي كمان راح تكون اي ان اكس 1 اوف تي، لكن ما في شيء هون بس اخر حاله هاي لانه ما كملش شيء بعد يعني منهم. اوكي ماشي واضحه هاي؟ فصار عندي هاي المعاملات. هلا معاملات يو اوف تي ايش راح يعطوني؟ بي بي، وبديت انا من اكس 1 لاكس ان فهيهم جاهزين، معاملات بي الكوفيشنز راح يدخلوا في بي هم معاملات يو اوف تي، بي 1 ماينس اي 1 بي نوت، بي 2 ماينس اي 2 بي نوت، هي هذول المعاملات. هلا هذول بدنا نكتبهم شوي شوي، خليني اشوف بدي نمحي شوي عشان نقدر نوسع مكان.